تعال نشوف أبرز ردود الأفعال من بعض السياسيين، ردود حضراتكم أو السياسيين المشاهير على اللي حصل لأحمد طنطاوي امبارح، أو رد فعل من الدكتور محمد البلدي. قال للأسف الشديد لعل دراستي وتدريسي وممارستي الطويلة للقانون في داخل الوطن وخارجه قد وقفت عقبة كؤود أمام فهمي لهذه الجريمة وغيرها من الجرائم. ربما الزمن قد تغير ومعه معنى القانون. دكتور محمد البرادعي مش فاهم الجريمة اللي عملها أحمد طنطاوي وهو أستاذ القانون الدولي. التعليق الثاني للكاتب الصحفي أيمن صياد، ما اتكلمش كتير، كتب هاشتاج الجمهورية الجديدة. بعدها معانا تعليق آخر للروائية والكاتبة المصرية رباب كساب، قالت كل ما حد هيطلع له صوت يموتوه، كل ما حد يطلع له صوت يموتوه. ده وصف مختصر للحاصل في البلد من يوم الانقلاب العسكري وحتى الآن. آخر تعليق معانا للكاتب الصحفي الأستاذ الزميل سليم عزوز، قال كما توقعت من أنهم سيشيدون عتبة مانعة لأحمد طنطاوي من التفكير في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، علمنا منطق القوم. خلاص فهمنا المنطق اللي هم شغالين بيه إذا كان لهم منطق. أنا حابب أوفر على الأستاذ سليم عزوز وعلى حضراتكم التفكير في أي منطق يفكر هؤلاء، لأن المنطق الهلنا عبد الفتاح السيسي. تابع معايا الفيديو ده عشان تعرف إزاي عبد الفتاح السيسي بيفكر في أي حد بينافسه، وهل في فرصة للمنافسة ولا لا. اسمع الفيديو في الإجابة على كل التساؤلات. اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني، محدش يقول الكلام ده خالص. هو انتوا فاكرين انا حسيتها يعني ولا حاجه ولا ايه؟ لا والله لا والله انا هفضل ابني فيها، هفضل ابني وعمر فيها لغايه لما تنتهي يا حياتي يا مدتي. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. انا بقول لكم كلكم لكل مصري بيسمعني، انتوا فاكرين الحكايه ايه؟ بنت وين عليكم ما تعرفوني الصحيح. ما تعرفوني الصحيح. لا والله والله امنك واستقرارك يا مصر تمنوا حياتي انا وحياه الجيش. ما حدش يفكر يا جماعه يدخل معانا في الموضوع ده، لان انا مش سياسي، انا مش سياسي بتاع الكلام. هو مش سياسي بتاع الكلام، هو عربجي بتاع الفتوانه وفرد العضلات. والله يا مصر يا حبيبة قلبي ما هسيبك ولا هخلي حد يسيبك ولا هحلك يا مصر، وهفضل أزل في أهلك وأفقر في شعبك وضيع في كرامة بلدي كلها عشان واحد تافه اسمه عبد الفتاح السيسي شايف ان هو كبير وفيلسوف وحكيم. الكلام التافه اللي بيصدعنا بيه كل شوية ده المنطق. خد عندك ايه اللي هيحصل. هو دلوقتي بيأمن نفسه للمرحلة الجاية، للانتخابات الجاية، عشان ما يبقاش حد بينافسه. وادي احمد طنطاوي عملوا له حكم وحطوه على جنب، بس انا عايز اقول له ايها الغشوم، ايها الغبي الغشوم المستبد الغير مستنير، كل ما تقفل الابواب الانفجار بيبقى سهل، والقبضه الامنيه مش هتقدر تحميك دايما. القبضه الامنيه ممكن تعديك مره واثنين وثلاثه، بس مش هتعديك دايما ولا هتعديك طول العمر. زي ما انت خايف من احمد طنطاوي او من اي صوت وطني حر، اعرف ان البلد دي فيها رجاله وفيها شعب، فيها شعب مش رفضك علشان حاجات كتير، عشان السياسه، عشان الاقتصاد، علشان الامن، علشان علشان علشان. في يوم من الايام هيتجمع كل دول ايها الغشوم، ومش مش هتقدر تقف قدامهم. ولو دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك، انت عارف ان تمامك دلوقتي كنت بالكتير محافظ في محافظة نائية إذا كنت يعني تنفع. إنما الثورة اللي وصلتك للي أنت فيه دلوقتي، والثورة اللي قادرة تشيلك وتشيل أكبر منك وأضخم منك وأعظم منك، لأن البلد ده مش عبيد ومش تراث حتى ورثونا البعض.